بصي مش أصغر. يمكن يكون لها علاقة شوية في الأجيال الأحدث أو في الأصغر بحكاية الأمان أو الثقة في الآخر، تمام. اللي هي يعني في الجمل اللي بسمعها دي زي ما يكون جملة أنا مش مطمنة للطرف التاني، أنا عايز أروح له، ما احنا قلنا. أنا عايز أروح له وأنا عندي قدراتي وعندي إمكانياتي، وده صح. صح يا دكتور. كل ما تقل الاعتمادية بتاعت الزوجة من البداية بتبقى العلاقة أفضل، كل ما الاعتمادية بتعلى بيبقى كمية العدوان جواها عالي جدا، دايما الاعتمادية تصاحب بجرعة عدوان عالي. وعشان أنا مش عارفة أفسر كلمة اعتمادية وفي الجيل ده، فبقول لهم أنا أثبت وجودي، لكن هي في حقيقة الأمر علشان ما بقاش معتمد على حد. رغم بقى هقول لك حاجة بعد إذنك. اتفضل. أكثر الناس كلاما عن إثبات وجودي وعدم الاعتمادية هم اللي بيمارسوا الاعتمادية. اوكي دكتور الرحمة حلوة. بص يا دكتور، حضرتك مفيدة لما سألت قالت ترتيب الأولويات. حضرتك قلت القصة محتاجة فئات عمرية وعينات متجانسة بس في نظرة عامة كده وإحنا ماشيين في الشارع نشوفها، إن الرجالة بتقول عايزة أتخرج، عايزة أسافر، عايزة أشتغل، عايزة أكون نفسي، وبعدين والدته تزن أكمل نص ديني، يتكعبل في علاقة حب، ده نمرة ثلاثة أو أربعة من الترتيب. أنا هنا مش عاملة دراسة بالمعنى العلمي اللي حضرتك بتقوله، لكن الانطباع كده، بينما البنات مش كده. يعني مرة في مؤتمر واحدة ست قالت ملحوظة حلوة قوي، قالت لما نقابل راجل نقول له بتشتغل إيه، ولما نقابل ست نقول لها بتشتغلي ولا لأ. هنا في فرق كبير بين فمن غير الدراسه العلميه الدقيقه احنا قادرين نقول انطباع عام ان الرجاله اولوياتهم مختلفه عن اللي شايفينه. اعتقد عشان مسؤولياتهم لان المجتمعات شئنا ام ابينا في كله تسمح للانثى بدرجه من الاعتماديه ولا تسمح للرجل بهذه الدرجه من الاعتماديه، فهو مضطر لانه هتتجرح رجولته وهتبقى مهان لو سمح لنفسه بقدر كبير من الاعتمادية. بس في حاجة هزودها لك، ان زي ما يكون عملية الجواز والسن دي زي ما تكون دورات كده في التاريخ عمالة تروح وتيجي، كل شوية تبقى في موجة كده تاخد سكة. يعني انا عارف ان في الاجيال الاصغر زي ما في اللي مش عايزين، انا عارف بنات بقى ابتدت بجديا بيبقوا شاغلين هم الجواز من 19 سنة و 20 سنة. طبعا. واهالي كمان. واهالي. وابتدت تزيد. يعني مش عايزين يذاكروا. يعني لا. وبيذاكروا. وعلى فكرة. زي ما كان في وقت اتاخر سن الجواز عشان التعليم والبنات مشغوله بده، هيجي وقت تبتدي البنت تفكر في الجواز من بدري لانها مش عايزه تعيش الخبره دي تاني. لا، وفي حاجه دكتور كمان برضو انطباع، النهارده في بنات بتتجوز 19 سنه وبنات بتتجوز 30، يعني يا اما بيتجوزوا بدري قوي يا اما بيستنوا لما يشتغلوا يعملوا يتجوزوا 30. مفيش وسط. كان السن الوسيط ده ما عادش موجود. انت يعني المجتمع عمال يتميز طول الوقت لتيارات واتجاهات، لان خدي بالك بلد زي مصر بالحجم بتاعها والنمو بتاعها دوت ما بقتش اقدر اعتبرها ثقافه واحده. صحيح. انا عندي ثقافات متعدده وكل ثقافه ليها ميل. يعني انا اعرف في مناطق في مصر لغايه دلوقتي الاب بيعتبر دوره جزء من دوره ان يجوز ولاده. أيوه. الولاد تلاقيه بيستلف عشان يجوز الولاد مش البنت. لا. أيوه. بيتجوز الولاد لانه عايز يجوزه صغير، قال لي يقول لك لازم يتجوز عشان افرح بيه وافرح. لا، وده يعف ويستره وكل حاجات كتير.